الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى وحاينو أن درسياً أن حقا دونا أمام مجالساً فليانا إن شاء الله تعالى وأن دور كذب أما هدى وكلا معنى كستوى رمضان أن أخرين دونا أن كتاب كم إذا كتبت علمك أو لي هي عالم علماء الإسلام كم إذا هراء سيدنا أرك دونا إن تيا فربقولي أو سعاري أو كنتن كي أما فربقولي ليشن كي وجريه لا كتاب قاسي وحاول كسب سنانة يا أما وكسب سني هاي وحاول كسب سني هاي مواضيع كلد دوان أو إن في عدون تا أرنتي ما أنت قف كنوري وبهيها وحاو كهد لدونا عموما كتابه وحاو كوريغيا ونصائح يوانوين يقوبها بنا وحانو لحظة يا قف كستا أو مسلمة وهي خسيسة وانوين كايا نصائح داس أصيح شيء كتاب قصيدة إنه تلمامي دونه ما دام وقبي هاي قبي عيد بقى لقوا هالقب صلاة قبي قام مرك الله تيرين أيوة نوع دونه وها نقدة إنك شاعر قاعد عيد بكوها كو كو هذا القب صلاة أن عيد داسي أما دمر النقطة أما رجع النقدان أما قفلاً يروانين يهان نقضوا أما قف ويالو يساقوا نفتيسا كم تلا يقف له لهد لاي أوانا دي سينا يهان أن وحاو شيخو عالمك كتاب كان حق بيهي أين آخرين دونا أبي إسحاق الإلبيري والي لعضا أن وحاو كوهل قبصان دونا نين دالين يرى أيو كوهل قبصان دونا وحو يان والله هذي دونا أما هذا الكيس وكوه چي دونا أن رمان وحو كله هذي ليو ووانو إيا حكم يمرتيو حباد والي ما وكمده سيدي علماء قاركو دي راهدين أيو باعان تهي أما أي مدتو أما أي مدن تهي إن لا رحلة استوى لا سفر يعني وحوي يعني مسافة أما معلم إلا سفر أن أنت عارين وصية الجري لبا شيء أيين كوريسين دونا أما جوجل دي كوكا دي دونا لبا شيء كوريسين أنا وحيهين مدي وحوي أن كتاب كأي بل مواضيع ذو كهذا يعني متمان أما واحد جودة وكسب سينه يا عالم كثيرين ندمجن عالم كثيرين واحد تاريخ يسي كمدا يوم نل المال نل شيء يسي كمدا إن إنه وحكبر أن واحد إنه ندمجن دارناي السيدة دم وحنو دورناي أسباب دورة وعسباب تا كم إذا هاي قصيدة دني وقصيدة سلام شغني مرتي ميرانا أقف كمسلم كعلم ميجا يا آخرية إنه ديار جروبه يا أخلاق دتين ده ولكن إنه كسيفه كراني كدنيار تاين وسكا إلاريا وحيابها كبيرين أيام أما كلمين أيام وتدي صحراء كجبيرين أيام علمي غير برشدي سينو كده دارو
علمي يا برشدي يصدر لغو برطه يا وحي وباهي هاي وعوكادي دونا الدنيا يينا نقيمة بدن لهين لغتقايو وعوكادي دونا أو كوانين دونا نكادن يرتع إن أو وحيابها قير كي كريبية وسبب يا نكادن يرتع إن وقير كي كهارو أو نغضطف خير لاواء إن وكبيرو aan dad iyo waxa ay keento dhalinyaranimada iyo qiimaheeda wax badan buu ka hadli doonaa shab umuma waxa ay ku wareegaysa mandoomadan qasiidada nisaan shaqnay cilmiga marka maadaama cilmigi ay ku wareegayso cilmiguna uu yahay miftaaxa khayr kasta oo adduunyo iyo aakhiraba loo adeegsado horta taa u dooranay waa talaabada waxaan u dooranay waa nadmiyo waa gabayo gabayga waa laga qaban og yahay ee hadalka aan gabayga ahayn oo gabayga waa la xifdin og yahay culimadii horena way xifdisiin jireen ardaydooda manduumada way xifdisiin jireen oo bacda alicilmi waxaa laga sheegay inuu yiri taayada ilbiiri ninka aan xifdisanayn يعني ما متيستو إلا روى طالب علم ما متيستو يعني وحوهيان إلا روى طالب علم وهي حفظين شرينو مرتدى أي سيدو إيا قيمة الذي درته الأياء وحا لحفظين شرين أرضيضا والإسكادة أي سنشرين أن وحاولينين رجي رقا كميدي وانكو قيراري شريني يعني قبا يغان فاركان ودوين كمارينو فاركانو أرضيضا عن شريني أيانو ku gabi jirnay ama ku geeraari jirnay oo aan waqtigayga maartay markaan doonayna wax isku madadaalina yaan isku madadaalin jir waxaan la xifdisiinaya ardayda qiimaha ay leedahay darteed iyo xikamka iyo waxa ay xambaarsan tahay darteed waxa ka mid ah waxyaabaha aan u dooranay in sal waa gabay aad u macaan oo qof haduu israa xifdi salisa oruntiisu dhiibaya weeyaan yani haddii aynu maaragtay wax ka tilmaano sidaad arki doontaan waynu arki doono waa gabay qofka xaggii caqliga iyo xaggii cilmiga iyo xaggii waayelnimada iyo xaggii waayaragnimada in walba laga tusaalaynay tafutu fu'aadaka alayaamu fatta watanxitu jismaka saacaatu naxta watadcuuka almanuunu ducaaa sidqin ألا يا سائي أنت أريد وأنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بطة تنام الدهر ريحك في خطيد بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت أن سيدا دركته ونظمي معا أو قفك سير وفضود وحويان وحفظنا أن وحيابان الوكلفين ندارنا سيان مارتي وطول مرنا وعكب إذا مواضيع كريد الدول ما دام يسيدو دانيارنا أي لحظ ليسو تتكال كان فردي أبداً كوذن الطلاء دانيار يطلبة علم أيه فالإن أي khibrad iyo waaya aragnimani waaya aragyo uu sheegayo oo wax weeye lixdan sano iyo kor u dhaafay oo ka hadlaya waaya aragnimadii nololeed ee uu soo arkay iyo wixii adduunkii isagu ay kala muteen bal inaad maqasho oo aynu wax weeyaan sharaxno oo aynu wax weeyaan ku kabno adilada qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashii culimada ee tilmaamaysay waxa uu tilmaamay inahaas ayaa runtii aynu u dooranay manduumadan manduumadani jumlatan ama guud ahaan waxa ay ku wareegaysaa baan nidhi adabta iyo qofka dhalinyarta ahi inta uu dhalinyarada yahay in waqtigiisa ka faa'iidaysto adabtana ku dadaalo cilmi iyo edab inu isku daro cilmi iyo edab inu isku daro oo aanu noqon qof cilmigii doonaya oo cilmigii dalbaaya cilmigu noocu doonaba ha noqdo
علم كستا ولا راديو ولا طلبه وحبه الأدب وكو علم ذا رقع القدين علم بلا أدب كشجرة بلا ثمر علم آن أدب لحين وقيد آن مرالحين قيد آن مرالحين ما لا انتفاع سن قيد لو قلت لك لأين مركب حان ومريس لا انتفاع سن لها حدي مربك بحوانيان يو قيمة بيلي سيدا سوكره أي علم إسوه قيمة له حدي قيمه سياد كدري ويدي أدب إن هذا أدب تي علم غيالاته وعاد طرطة أدب تي لغة بانا قفك علم غرانين أيا علم غاز فرق ما كلا العائن نغضى علم شرعي وانا كاوغمضا إيان نغضى علم وحويان علم تأدوية كاميرا لما أنت دو حيو بانت إذب إذب النفط هذا كل قضي وبانت هاي إذب عاد معلن كاغا إيا الشيخة وقل رقنت هاي وبانت هاي إذب عاد وحويان نو كل دقنتو ارديدا wax kula dhiganaysaa ayuu baahan tahay edebaad kula dhaqanto kutubta aad wax ka baranayso ayuu u baahan yahay edebaad kula dhaqanto dadka jiiraanka ah iyo dadka aad asxaabta tihiin iyo kuwa aad wada baranaysaan iyo sheekha wax ku baraya iyo kutubta aad wax ka baranayso iyo qaabka aad wax u baranayso kulli hayd boobaad culimada islaamku rahimahumullah wa rahmata wasi'a misalada ku saabsan edebta iy talib ilm go inu intaan ilmiga baran edebta xasiliyo aw edebta ku dadaalo wa mas'alo aad iyo aad xoog u saareen oo marnaba aanay taqsiir iyo kowfal ka sameyn ilmiga an ilmiga iyo qofka baranaya marku baranayo edebta looga baahan yahay ay laga marmo kutubtaas waxay leedahay kutub nafriya oo aan gabayahay وقرالة إيا كتب قبايا وحيلا ذا كتب مطولة وواوين وحيلا ذا كتب مختصرة وقوما أي لها على سبيل المثال أن ألفات أهل العلم وهي ألفين كتب تاسنا وحي كتب سنسا قيمها إدبتو أي لها قيمها إدبتو أي لها هي طالب العلم وين إدب إيش أن رنتي وحا ما ركتي صحابي عنك اللي راه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحاول اطلب الادب اطلب الادب فانه زياده في العقل ودليل على المروءه ومؤنس في الوحده وصاحب في الغربه ومال عند القله ادب ترادب ادب ادب تين عبرته كدال محايا لك ادب توحى ويان قف وحي زيادة عقلي ومد عقلي سكريزة وانا مدد نمدي ستلمان تقوم موقال واه الادب العلم ذو حرهين ادب الطلب عنوان سعادتي وفلاح ادب الطالب ادب الطالب عنوان سعادتي وفلاح لك عرض ايقا مركو وحبرانا ادب تكموقة يا اخلاق تكموقة او كل رغم ايه الى وحوية شرعي الهي aw kula dhaqmaayo labadiisi waalid aw kula dhaqmaayo cidi mudnaanta ka mudnaan culimadiisi waalidintiisi ardaydi wax la baranay kutubtu wax ka baranay adabta ardayga ka muuqata iyo akhlaaqda ka muuqata wa unwaanu falaahihi wa najaah wa astaan waxay u tahay astaan waxay u tahay wax weeyaan liibantiisa iyo bararihiisa astaanta waxa uu riwaa daliilun cala almuru'a dadnimada qofkaas ayay ka turjinta adabta wa muunisun fi alwahda markaad kelidaa naqatana haddaad qof edeb iyo akhlaaq saaxiib ahayd saaxiib bay edebtaad iyo akhlaaqdaad iyo ku noqoto riwaa jeeday haddaad edeb wanaagsan lahayd oo si fiican lagu edbiyay oo edebta islaamka aad ku kortay oo aad ku barbaartay oo aad tacawudo la qabsatay marka aad kelidaa tahay in cidina ku arkaynin khalqiga ilaahay kamid aanay ku arkayn waxay keenaysaa edabti wanaagsan inaad ku barbaar in xataa adoo keliya ayaa rabbiga aad ka dhowrsato waxaana culimadu idhaahdeen qofka alla kacabsigiisa waxaa lagu qiyaasaa marka uu keliyahay ee aanay cidina la joogin ee khalqiga cid ka midi aanay dhuganaynin oo arkaynin inuu ilaahay ka xishoodo ya ayaa qofka edabtiisa lagu qiyaasaa culimadu yaa alla kacabsigiisa taa waxa u daliila rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam toddobadii nin ama toddobadii shakhsi ama toddobadii kooxood
ew nabi wuri sallallahu alayhi wasallam waa loo xareeyaa maalinta aanu harka ilaahay mooyo harkila jirin sabcatun yudilluhum llahu cadi saciinka ku jira sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu toddobadaa ilaahay harkiisa harsanaya toddobadaa nooca dadka ka mid ilaa harkiisa harsanaya waxaa ku jiray warajulun dakara allaha xaaliyan fafaadat caynahu qof ilaahay isagoo kelidii ah oo aan cidina la joogin oo khalqigiisu dhuganaynin oo arkaynin ilaahay xasuustay dabadeedna cabsi ilaahay la ooyey macnaheedu waa maxay ilaahay marka uu dadka dhex joogana waa ka cabsanayaa marka uu dadka ka maqan yahayna ilaahay wuu ka cabsanaya ilaahay wuu ka cabsanaya waxaa ka mid ahaa nin ay warajulun dacatu imraatun daatu mansabin wa jamaal faqaala inii akhaafu allah nin gabadhi ay xumaan ka doontay gabadhaasoo dheg iyo dhaman leh hanti iyo reer wanaag hantina haysata reer wanaagsanna ka soo jeeda ya waxyaabihii dumar lagu daba yaaci lahaay oo dhan leh oo markii uu yeedhay xumaan ka doontay xaaraan ya dabeedna yidhi inii akhaafu allah culimadu waxay idhahdeen qofku mawaaqiftaa kama bixi karo haddaanu marka hore adab ku barbaarin iyo akhlaaq wanaag mawaaqiftaa kama bixi karo saa ugeed ba culimadu waxay leeyihiin wamu'nisun fi lwaxdati edabtaad iyo akhlaaqdaa markaad kelidaa tahayna wahelbeed mooto wa saaxibin fi lqurba markaad waageeni dalaanad lahayn ku tahay oo dhu dalaan dalkaaga inaad joogto edabtaadii iyo cilmigaagii iyo akhlaaqdaadii de way kula socnayn wax kastaaba way kaa hadhayaan markaad safar gasho inta badan eelkaagi kaa hadhayaa hantidaadii dhammaanteed inaanay ku raacin baa laga yaabaa markaad safar gasho madaxtinimadooda mararka qaarkood xataa inay kaa hadha laga yaabaa oo dad aan kuba ictiraafsanayn dee ad dhexdeeda tagta dee adoo madaxa dee dabeedna iyagaba ay u arkaanba inaad iyaga ka hooseyso amaba u arkaanba dee inaad la mid tahay adoo laga yaaba inaad madaxweyne tahay laakiin cilmigu iyo edabta cilmigu meel kastaa tagtaba wuu kaaga horeynaya albaji raximahullah abulwaliid albaji waa axad ahlulcilm culimada nin kamid a culimadii andalus ee qiimaha badnayd ee islaamka soo martay turaas aada u qiimo badan iyo dhaxal aada u qiimo badan muslimiinta uga jira abulwaliid albaji waxa uu leeyahay kitaab aada u qiimo badan oo xajmigiisa yar laakiin waxaa ku yaallaa qiimo badan yihiin kitaabkaa wuxuu kula hadlayaa laba inanuu dhalay ayuu waaninaya kadib markuu da' noqday waa nin caalima kitaabkii labada inan uu ugu talagalay inuu waanada uga dhigo waxa uu noqday kitaab culimmadu kala naqliso oo la kala qaato oo waxa weeyaan laysu ijaaseeyo waxaa la dhahaa kitaabkaa wasiyatu imaam albaji liwaladayh wasiyat imaam albaji abulwalid albaji liwaladayn wuxuu leeyahay markuu inamadiisa waaninayo cilmigu buu ku waaninayaa iyo inay goostambeedka dhigaan cilmiga aanan cilmigu ka fakan markaas wuxuu leeyahay ogaada cilmigu waa wilaayatun laa tuczal waa madaxtinimo duca qabaanay ka dambeyni maga magoromaa duca qaba xilku waa meerta cilmigii waa lagaa qaadee tawakal calallahi ma jirto cilmigu waa xil ilaahay ku siiyey iyo sharafa la ku siiyey oon cidina kaa casinayni markaas wuxuu leeyahay qof kasta oo madaxi madaxtinimadiisa maalin buu waaya qof kastaoo hantinina hantidiisa maalin buu waaya iyo magaciisa iyo maamuuskiisa laakiin qofka caalimkaee cilmi ilaahay buu siiyey yatakadamuhu cilmuhu fi laafaaqi xayu ma saar cilmigiisu meel kasta waa uga horeynayaayo meel walba mucazaz mukaram oo sharaf la buuyay soosaama aasaas marka wuxuu leeyahay wasaaxibun fi lqurba wa maalun cinda alqila wuti cadlaamcabas adabtu waqtiga aad hantidala waqtigaad faramaran tahay waa hanti cilmigu waa hanti runtii waxa weeyaan imaamu malik raximahu llah wuxuu yidhi kaanat ummii tucammimunii wa taquulu idhab fakhud min adabi rabiicata qabl cilm hooyo imaam malik ilaahi waxa uu siiyey hooyo aada u qiimo badan oo la dadaashay yaraantiisii oo aada isu garab taagtay oo sabab u noqotay inuu culimmadii waaweynaa ee madiina uu cilmigii ka qaato imaam malik waa caalim waa caalim caalimka la baxay imaamu daari lhijra imaamu eesh daari lhijra magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka culimmadeeda la sheego fa maalikun innajmu buu yihi shaafici cilmi iyo culimo marka lasoo qaado imaamu ma iyo madiina iyo magaaladii rasuulka imaamu maalik dayax dheh ayuu yihi ya fa maalikun annajmu
إمام مالك رحمه الله ومعلمك إمام الشافعي. أنا إمام الشافعي صح رحمه الله ورحمة الله صح. إمام الشافعي له صوص على إمام أحمد أرضي جزية. إمام مالك رحمه الله وحقه أبتر صلاة مذهب كمالكية ده الله يرادوه مذهب المسلمين تاكم إذا أفرت مذهب المسلمين تهبوه وين مذهب تاكم إذا يحقه أبتر صلاة إمام مالك رحمه خوية وحي سمين ترتب وين إمام دي ترتب طبعا أنا أنت مساجك الباب كيسي كرتاح يقول أنت ربيع عوارك هل كافر هي تبكى حديثك النبي هي كتابك القرآن كان تفسير كيسي علمي ونبي كرد انت وآخرين أيه أرضو التغال وحاد كرابتا إذا بتيسا كراب انت أنا العلم يسرين معي الله علماء إذا بتو هذا صواب برغبت انت أنا العلم كقانين إذا بتك برغب كانت أمي تعممني وتقول اذهب فخذ من أدب ربيعة قبل علمه. عبد الله بن مبارك واحد العلماء المسلمين وأئمته وأئمة الحديث ومن من جمع الله الله الخير وضرب خير بضمه لا يجمع عبد الله بن مبارك وعود طلبت العلم فأصبت منه شيئا وطلبت الأدب علمي من دونبه طبعا لا حبان كجهر وعالم مسلمين علمه وذلك من العلم بدل قرية وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا أدبتي من راديان سرية بل أدبتي صمتي هذه العلماء بل هذا العيدة تكبرت يمارت رادي فإذا أهل وقت بادوا مسوى برقي لقرب لا يغطي عرنت ركوع العلمت نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم عبد الله علمي إن يرى أدب وعام البرانو وعلقا وناكسنا أيام وقباه بلان علمي فربضان ولبرا والحصري أن وحول ابن قيم رحمه الله الأدب ثلاثة أنواع هذا الأول إذا بتاع مشيئة إنه عين التلمام إنه بصوره لورني وحولي الأدب ثلاثة أنواع إذا بتوا صدحنا وأدب مع الله سبحانه وتعالى وأدب قفه وكل رق ما يربي أوامع وإن إلهي إيمان رب الرميسون طاعاتك يوحي كفرين يفرائد دين أدلت ماد سيدي كفرين أولت ماد وحي ألا أكودي دين كتر وآدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع يأذن إن قفه وكل رقم إلهي رسول رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يشرع إلهي سودي بيبن أدب مع الله يا أدب مع رسول الله وحيكس كوب ليس فعل الطاعات إلى وحي طاعة إلى رسول سليمان إن أتسميسه وأدلاء يبدواته وحي معصية حرارنا أتكتكته إلى رسول سنة أتدعمه إيقنا أدوه تنسته شرعي إلا وسول دكينا وحويانا أدرميسه أدون لماذا أدلاء أدون تحي إنا وحويانا وآدم مع خلقه كسد عظامه وآدم مع الخلق وآدم أطتك كل رقمس يا أطتك وحوجه الرجاء آدم تبغى نكسرات كل رقمس إلّا بعدي إن أتبرت آدم صار كل رقمس لبعد الوالد ولا على هذا كل رشان يا رجيو دمر كن غامض عدي هذه كل رشان آدم تات كل رقمس تيران كان إتات كل رقمس عدي كل رحلة إذا تات كل رقميسه أصحاب قال يدت كعاد وحوض الدقتان أما شرتهين أما دني سكين كنتو أما عبود الشكالتين وشكاي سكين كنتو عاد كل رقميسه إذا تات كل رقميسه تات ككلام مسلمين تا إذا تات كل رقميسه مسلم إذا تات كل رقميسه قال كل شر يبوك العادي وحسن أن وها عجيبة إن العلماء قاركوت سو نقليين إن سيد الراغب الأسبهاني وكلا إنه خليفة منصور لورنجري أيا وحا وضدو الدرين من ربنا وميوح الحرين فرقاسي وحكوين مدو حرناين من فاسي وحكوين ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس وعيد قدرنا يا مركي الله يبنت حرين إذن ربعين أما السبقات تبتين نوعا
فقال وعلا ما فقدنا من تربية أولادنا تمرك عبد حقي أولاد يدي تربية سوي واينو بنام بوضع يعمينو سوقي قلينو وحوين إذبتي أخلاق لما ويكلم تيو تاسانا لبتبو وانا من حرية وحكي تسد قيمة إذبت وكالهاي أكتو ذاي كالهاي ولهذا وراح يكون عام بحن تدكي هورا إنو قفكو عروتي سوق قبتو قفو علم يدين يأخلاق وكوب يهي أولا عروت يلي تربية هارون الرشيد معانا قشن إنو عروتي سوق كان معلم وخليفة المسلمين وكوري معلم كبير وكلية أولاد دايد وحي عديقة كار كان بيكو تربيوه يا وحي عدكو تربيين يسو أديك عمرك هروينات كم بقنتا واري كوار أديك أديك خلاف حتى يكوار كان أديك أديك خلاف هاي إياك الشيء قاسي أكتو ده هذا قيمة كم يهرني صرما أكتو ده قيمة كم يهرني سأقول لك علماء التربية ده حيرانا مقوماتك أما أسباب التربية ده وأنا أحسن أولاد ده التربية يا يكوت مادة وحيابة أمي زين الله في أمر طاوع حكم ده والدك هذا الرمين والتوسيع إن وحى يجا وش وش يجا يو وصحبة هدو يجا وش يجا يسقي خلاف عيو يجا وحى فهم يعني شكبرين وحى لو شيء ذا كوجما أوران كران لكن أصله وحى كله ورا درب كايو خا وحى وش يجا خير يسقي منه ملا يا سازي وزكني لكن علمي على التربية بالفعل التربية بالفعل أولى من التربية بالمقال فعل إن هذا حكوا تربية يسو أيا كم مدن إن هذا مقال يا هذا الوقت هذا دولاد هذا لدي صلاة وكعة وإذا رأيت كلاد دقال الله مسيني صلاة سمعت كدان وإذا كلاد دقال الله مسيني جمع تقام وإذا كاركان هذا يقول رقار كدع يسك سحني إذا كاركان أرو رقار كود هذا وان جمع تقين إذا كاركان أما إذا كاركان قارب وقت كاد يقول يقول تكني وركاغو مجلي وركاغو مجلي قال ابراهيم النخعي رحمه الله احد التابعين الاجلاء وعن كانوا اذا اتى رجلا لياخذوا عنه نظروا الى سمته وصلاته والى حاله ثم ياخذون عنه حق صالحين تام مركا يدوني ان قف في علمك دغتان قيمها اذا طول لها درت قف في علمك دغتان أما أولاده ذا أوه رودي قو، وحي أيج ترين قف كاسي ويسك بارج، حي باريا حي باريا سمت كيسة، دفن كيسة، حب هذا الكيسة، إسق روحه يعني خلاق ديسة، حلا ميرش ديسة، صلاة مكوف في عين هاي، إذا صلاة سوا ولا شواج، وصلاة صحمة، وحويان أن وري كيسة يحلا ميرش ديسة، فقرأ. أن أخلاق ليس قاب كل بستو قاب السعودو قاب قدت كل رقم ما تهاي قف وقلم إنه أولاد ليس حوي محبر أما علم لقاك ركز في دمان علم لك قد جد وقت لقى شعرا إمام البخاري رحمه الله إمام البخاري كتاب كمان كتاب كإلهي القرآن كمان لقته كتاب كوس سنة مسلم مسلمين إليه علم كقريب إمام البخاري علم كساوح لقى شعرا إنه إن لا يري هذا اللينك الله يرام يري بلا يدكين حديث نعاس النبي صلى الله عليه وسلم كور يا وركي سوا هيا النبي صلى حديث كسوقا نكي بوت عود تجاي نكي أو مصف مرنا مصف مرنا صف تما تجاي مصف مرنا ويل مرنا هر هيا تمام وربعين وكوكبت ود دكتور بارك ويل كوا ربعين وتمام كوكبت عينه مريه أيوه هالك كسو كسولة إمام أحمد حلقو إمام بخاري وحلقو رحمه الله هذا عي هذا ويش بس منك دمير بينه شيء يعني قرب شيء منه مركا يعني وانكتر ورعي عياه كسو كذا حبك يقول وين إمام أحمد رحمه الله راح على شيء مجلس كيس شنكون أرضي أفلسيت شن تكون أرضي شن تكون أرضي قيل وحبي قرث إن بدنا إياه كم يدين وحيرا وحنا مجلس كون الإمام أحمد إن عن الكقعة لنا حب دخل ودين تاع وحويان وقدر مايو سيدا وحويان وفدينا وشنت عالم كلا روح العشاء إنه من أراد العلم والفقه بغير أدب نكرا علم من حصلنا فقه شريعة أيام فهمي
oo diintii uu Nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam baan baranaya taaliba cilmi baan noqonaya wadadaas aan maraya laakiin edabtii baran maayo man arada alilma walfiqha bighayri adabi faqad iqtahama an yakdiba ala allahi wa ala rasuulihi sallallahu alayhi wasallam waxa uu ninkaasi u bareeray buu leeyahay edabtii ka tagay ee cilmi iyo fiqhi baan baranaya edabtiina waan ka tagay inuu Nabiga iyo Ilaahay baan gashay waayo haddii aanu lahayn wax iimaan iyo cilmi oo ku dhaqmay iyo dhaqan ka celiya beenta inuu sheego uu Nabiga been ka sheego oo Ilaahay been ka sheego u tiiriyo dee uu sheegay walaalaba dadkii cilmiga dooray waxaa ka mid ah qaar ee culimmadu ilaahay waa beenaalaya waxba ka qaadanayo imaam shaafici baa nin la weydiiyey shaafici ayaa ka warramay ruknun min arkaanil kadib ruknun min arkaanil kadib tiirarka beenta ka mid ah weeyaan tiirarka beenta ka mid ah weeyaanaba dhalinyartu ama luqadaha maanta la isticmaalo waxaa ka mid a marka la eebalo beenta nagada dhagax nooga dhig baa la dhaha sooma warya dhagax nooga dhig yaa dhalinyartu isku dhaha beenta nagada weeyaana waa si sarbeeba magarad marka imaam shaafici wuxuu leeyahay haada waa ruknun min arkaani lkadib tiirarka beenta ka mid a waa yahebe macnaanta waxbaha ka warin waxbaha ka qaadan cilmina ha ka martin marka culimmadu waxay samayn jireen cidda cilmiga ka qaadanay waxay eegi jireen waracooda waxay eegi jireen xalaal miiradkooda waxay eegi jireen salaadooda waxay eegi jireen siyaamkooda iyo cibaadadooda waxay eegi jireen samtiga iyo habdhaqanka ay u dhaqmayaan xataa dadkeenii waayeelkee waaweyne sidaa way samayn jireen marka waa sidaas waxaynu majliskeenna ku khatamaynaa imaam maalik raximahullah waxa laga wareeyey inuu yihi ina xaqan calaa man talaba alcilma an yakuuna lahu waqaarun wasakiinatun wakhashya waxa waajib ku ah ninka taalibu cilmi ee cilmi doonaya inuu yeesho sakiina deganaasho iyo waqaar waqaarku waxa weeyaan haybadii cilmigu inay ka muuqato wakhashyatun iyo alla ka cabsi inuu ka muuqdo wa an yakuuna iyo inuu noqdaa waajib ku ah muttabican liahari man madaa qabla ciddii culimo ahayd ee muslimiinta culimo u ahayd waddadoodii iyo salafkii saalixa iyo quruntii kheyrka wadda saxaabada rasuulka ardaydoodii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii a'imada islaamka ajilada ah inuu waddadoodii maro oo uu cilmiga siday u dooneen u doono waddaday u mareenna u maro adabtoodiina dhigto ayaa lagama maro liajli haada si arrintaasi ardayga ugu suurto gasho ayay culimmadu waxay alifay saanu sheegnay kutub u ardayga arrimaha ka dhigto waxaa kutubtaa ka mid a calaa sabiili mithaal waan tusaalaynayaa kitaabka la dhaha akhlaaqu lculama waxaa iskale aajuri culimmada shaaficiyada ka mid a abubakr alaajuri raximahullah 360 hijriga ayuu dhintay waxaa ka mid a kitaabkaasi adabu lculama akhlaaqu lculama baan ujeedaa kitaab aada u qiimo badan wey min anfasil kutub fii maydaanihi ama fii baabihi waxa uu leeyahy oo kale ajuri kitaab la idhaahdo akhlaaqu xamalat lquraan akhlaaqu xamalat lquraan wuxuu gaar ugu saabsan yahay qadyowga ilaahay uu ku sharfay qur'aankii ee macalimiin qur'aana ee qur'aankii xifdiyey ee dadka qur'aanka bara ee la rajeynayay inay noqdaan kuwuu nebigu uri khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahum kuwaas akhlaaqda ay dadka kula dhaqmiyaan ardayga wax ka dhigan ee kula dhaqmiyaan isagu naftiisa uu ku dhaqa dadka kale ee caamada uu kula dhaqmiya waxaa ka mid a kitaab la yidhaha adabu limlaa walistimlaa caalim sabcayn la yidhaha ayaale waxaa ka mid a tadkiratu saamici walmutakallim fii adabi alcaalimi walmutacallim ibnu jamaca caalimka la yidhaha ayaale waxaa ka mid a kitaab la yidhaha aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic khatiib albaqdaadi caalim macruufa la yaqaanaa ka mid a waxaa ka mid a kitaabka barzanji ee waxaa la dhahaa tacliimu almutacallim dariiqa tacallum ardaygii wax baranaya in la baro waddadu waxbarashada u maray marka iminka u firsay ibnu jamaca kitaabkiisa tadkiratu saamici walmutakallim waxa weeyaan in lagu waaniyo ninkii hadlayay iyo kii dhegaysanayay fii adabi alcaalim walmutacallim in lagu waaniyo oo loo sheego la xasuusiyo adabta caalimku uu leeyahay ninka caalimka naftiisa uu ku dhaqayo iyo mutacallimka wax ka baranaya adabtu leeyahy wuxuu leeyahay khatiib albaqdaadi aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic waa kitaabkii lagu jamciyo lagu ururiyo adabta ninka wax baranaya uu ku dhaqmo
يكذبك وحبك يا أدبت كلها كتب تاسي ويا كمينة كتب تاس وحكمينة سلاين شغنينة وحكمينة كتاب القيمة بدن أولي ابن عبد البر الجامع بيان العلم وفضلي ولا مجلد وحكمينة الفقيه والمتفقه خادم بغداد إليه وهكذا أن كتب تاسمح إلا هذه كتب يريد يا كتب مطولات إن شاء الله وكود مطولات كميت كميدا مروين وليلي دونا وحكمينة كتب تعلمة أدابتها كغهد لي حافظ الحكمي عليه من دوم الله الميمية واحد لما أنت كغهد ليا طالب العلم يا إذا بتيسم حولي يا شيخ عالم كدنتي معاسكها اللي يلاهدون بكر أبو زيد رحمه الله عليه كتاب ليلة حيلية طالب العلم الكتاب كان يسمى كتاب كان سوى خلاص وحرم كان هو قواعد كتب المتقدمين وانا لديها العلم والشرع وحاو عالم كاسي كتاب قاوب حلية طالب العلم علماء بصر حضي ابن عثيمين باكم حارب علم كلاب لنا والشرع وامحي معنيه حلية طالب العلم حلية لوحا ليلة وحا يدمر بسبق الحياة فدمر بسدد ده هلو محدام وعشف مقر الحياة وقروح دي طالب العلم ستكو طالب العلم بحرن لها وإذب أدبتي أيا واحد وكم تلاقيه وياي سد ليش بقر حياتي أيكم مثالي حلية طالب العلم علي حافظ إنه حافظ الحكم رحمه الله علي يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ضفرت ورب اللوح والقلم وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم أك علي قفك طالب علمي إلى أيوس وكرسيين علمي ديكتاو علمي يا وحبه وكوب الدلال سواته معايت وحل وقو ليستكيوه ويناوي وقال حلق رسول صلى الله عليه وسلم فقد ضفرت واد قوليس والرب اللوح والكلام ما قدارته إله الله يقل كبع أبو ريبا قدارته نوم الكلام وما يسكروسه قولتي وقدم بيساد قادي بلي وعظم العلم علمي وينيه واعرف قدر حرمته قرب في القول علمي ويني حرمتي سنها كم موقت أراهبا إيا الدنكا إيا أفكار إيا إدبتا دي دقنكا في القول والفعل والآداب والقيم سلاو ليد بينو ما دام قيمها اللي دي ولا ليد إدبتو أين منظومة الأدوراني مسائل بضان وكراء الزهدين منظومة وكتراء ستتك آخر ذو ذو اللوح السوسيو مركا معلمها ينبغى إنه إن شاء الله تعالى ساسا يضم بقدرنا مركا درسي إنما أنت تسكت بيا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.